مشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة الليلة بنتكلم فيه مع حضراتكم عن توجيه السيد رئيس الجمهورية أو استمرار تقديم المساعدة المصرية للأشقاء في ليبيا، وبالأخص وصول حاملة الطائرات المصرية المستريال لتنضم كمستشفى ميداني لدعم الأشقاء في ليبيا. بعد قليل هذا هو أولى حوارات من القاهرة، ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة الليلة. وتبقى مصر والقوات المسلحة المصرية على العهد دائما في مساعدة الأشقاء والوقوف بجانب الأشقاء في كل المحن والأزمات. وصول حاملة الطائرات المصرية المستريال إلى الأشقاء في ليبيا للعمل كمستشفى ميداني في إطار توجه مصر لمساعدة الأشقاء في هذه الأزمة. الحقيقة مصر حريصة على دعم كل الأشقاء في ليبيا من أجل تجاوز هذه الأزمة بكل السبل. للمزيد برحب مع حضراتكم بضيفي في الاستوديو السيد اللواء عادل العمدة، المستشار أو مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيد اللواء منورني، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، كل صحة طيب. أهلا بك يا فندم. الحقيقة يعني مصر دائما والقوات المسلحة المصرية دائما إلى جانب الأشقاء. يعني حضرتك بتتابع إزاي منذ بداية الأزمة وحتى الآن وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الأشقاء في ليبيا؟ الأول في البداية طبعا بقدم خالص التعازي للشعب العربي كله في مصابه الأليم، والشعب المصري أيضا في مصابه الذي حدث فيه من جراء الأحداث التي جرت سواء في المغرب أو في ليبيا، لأن هذا الحدث الجلل والضخم أتى بنتائج يعني سلبية كثيرة جدا جدا جدا، وأثر كثير جدا على الاستقرار والأمن في المنطقة. يمكن انطلاقا من المسؤولية اللي تقع على عاتق الشعب المصري والدولة المصرية كمسؤولية دولة رائد، دولة أم، دولة صحيح. حاضن، دولة مسؤول، دولة زعيم، دولة قائد للمنطقة، من جهة من انطلاقا من مسؤولية القومية العربية وترجمة حقيقية لشعار أو لمقولة مسافة السكة. بمجرد ما استشعرنا الخطر قد لعل القوات المسلحة، اجتمع بالمعنيين في القوات المسلحة، ثم انتقل للاطلاع على الموقف واستشراف مطالب الجانب الليبي السيد رئيس كان حرب القوات المسلحة وصحبته مجموعة عمل ومن ضمنها السيد رئيس الهيئة الهندسية. نتيجة الحدث الجلل يتطلب استخدام معدات هندسية معينة للتعاطي مع الأزمة ولغاسة الملهوفين وللتعاطي مع تقاطعات الطرق التي حدثت هناك والكثير من الأحداث التي يعني نجم عنها هذا الحدث. بالتبعية بدأت مع وصول السيد رئيس الأركان إلى ليبيا لاستطلاع المشهد ومعرفة المطالب مجموعة من الطائرات كمساعدات إنسانية وطبية سريعة، ثلاث طائرات و10 او 25 فرقه انقاذ وطياره لنقل الشهداء ومجموعه من بالمعداتهم طبعا فرقه الانقاذ بمعداتهم وما شابه، مجموعه من الهلال الاحمر ايضا في هذا السياق. كل ده انتقل اذا عربيه اغاثه عشان لم تخن الذاكره، دول كان كدفعه اولى او كمقدمه للتعاطي مع الازمه او الحدث الجلل، وبالتالي استتبعوا جسر جوي كامل من المعدات. يمكن انتهى بالمسترال القطعه البحريه فائقة النوت دي بنسميها قاعدة عسكرية متنقلة يعني بالأمان، لأن تحتوي على طبعا 12 دور، عمارة متحركة من 12 دور، الدور السادس فيها مستشفى، مستشفى كامل بكل الأجهزة، السادس مستشفى كامل بكل مقوماته بكل إمكانياته، بغرف العمليات، بغرف الإفاقة، بالتخدير، بالكل الإجراءات اللي واجبة أو اللازمة لإجراء عملية جراحية موجودة فيها. هذه المسترال القطعة البحرية تستطيع حمل الكثير من المؤن والعتاد وعناصر الدعم سواء لوجستي او ايضا غذائي او علاجي او دوائي، ده جزء مهم جدا يصل الى الشواطئ الليبيه وبصوره طبيعيه، في نفس الوقت مركز قياده يمكن من خلاله صحيح. اداره مجيب. المشهد داخل ليبيا او داخل عمليات الانقاذ كلها او عمليات البحث بصفه عامه وتقديم المساعدات، ده من جهه. من جهه ثانيه
وجود هذا الكائن الجميل اللي هو قدرة عسكرية ترجمة الواقع. احنا بنقول عليه بنقول ازاي احنا نشتغل وازاي وهنكون فين وامكانياتنا اللي عندنا. ما احنا جايبين المستيرال لزمة هذا الموضوع. الامن القومي المصري والامن القومي العربي لا يتجزئان، فعندما يحدث عوار في دولة شقيقة يستوجب مننا ان احنا نكون على هبة الاستعداد والجاهزية، لا ندفع الجزء ده وبنفس الوقت نعطي فكرة للشعب المصري بل للشعب العربي عن إمكانيات هذه الخطة البحرية اللي ممكن تستخدم إزاي واللي ممكن تدير إزاي. طيب اسمح لي يا فندم هنتوقف دقائق معدودة. موجز الأنباء مع زميلي دكتور خالد عاشور. دكتور تفضل. شكرا لك. ما تبقى من حلقة هذه الليلة من برنامج من القاهرة. أشكرك زميلي دكتور خالد عاشور ونبقى مع حضراتكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار اللي بجدد ترحيبي فيه مع حضراتكم بضيفي السيد اللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء من جديد أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كنا بنرصد تحليل وقوف مصر إلى جانب الأشقاء في ليبيا منذ بداية الأزمة. وصلنا إلى فكرة وصول حاملة الطائرات المصرية المسترال. الحقيقة أنا عايز بس أرجع مع سيادتك مزيد من التفصيل فيما يتعلق بلغة العسكريين في وقوع أي أزمة، هي فكرة تقدير الموقف. أيوة. البداية بتكون إزاي؟ شوف أولا يمكن سيادتك وكلنا رأينا رؤية العين القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمع بالقادة المعنيين في القوات المسلحة اللي ممكن يكون لهم دور ودور فعل في هذا الإطار. هذا الجزء الأولاني. استتبعوا على طول مباشرة لو لاحظنا استطلاع من خلال والوقوف على في إدارة تقدير الموقف حجم المساعدات والمطالب اللي يطلبها الجانب الليبي من خلال يعني نشوف بعينينا ايه الموقف. قوة عسكرية غير عادية رقم السيد رئيس اركان الحرب وقوات المسلحة. صحيح. يعني مش يعني الوفد ودلالته مهمة عالية ورفيعة المستوى. وقيمة ولان هو السيد الرئيس قال ان دي مهمة. انتوا بصدد مهمة الان لعودة الحياة لطبيعتها في ليبيا بقدر الامكان واقصى سرعة واخلاء لان الحال اسجلل. المعلومات والاخبار يمكن قال كده بالظبط، المعلومات والاخبار اللي بتجيني بتقول ان الموضوع خطير جدا او جل وبالتالي يتطلب مننا سرعه تقديم الدعم ومد يد العون الى اشقائنا في ليبيا من خلال كل ما امكانياتنا المطلوبه. عندي كل ثقه في امكانيات وقدرات القوات المسلحه، يمكن السيد الرئيس زي الكلمات وبهذه الجمله، عندي ثقه كامله في ممكن تتحركوا من طريق البر والبحر والجو، احنا اقرب ما يكون لليبيا فبالتالي انطلقت بالفعل عناصر برا. ثم لما نيجي نقول المسترال عشان انا مش عايز اعمل عيب على الجانب الليبي في اي شيء. فانا قلت كل حاجتي في المسترال وبدات انزل هناك وفي نفس الوقت هذه المنطقه تعتبر مستشفى عشان اخد فيها واعالج من جهه ومن جهه تانية اقدر اقدم يد العون بكل قوه وادير عمليه الاخلاء والانقاذ والنجده والاسعاف للمتضررين في ليبيا من خلال مركز القياده المتقدم داخل ليبيا من خلال المسترال. الحقيقه فاتم يمكن في مثل هذه المهمات بيكون في لسلاح المهندسين دور لفرق الانقاذ دور يعني نشرح ده للساده المشاهدين. شوف حضرتك اولا ان في معدات هندسيه ذات قدرات معينه اعمال بقى الابراج اعمال تكسير اعمال ازاله فتح اعمال الطرق ازاحة، اعمال طرق اعمال انشاء مدقات سريعه لغاسه بعض الاماكن لان هي كانت بتسقط من خلال الطائرات والمروحيات بعض المعونات والدعم الغذائي واللوجستي للمنعزلين او هم خلاص تقطعت بيهم السبل بالظبط مفيش وسيله توصل مدرعي انقاذ حياه فبقيت اطلع ده 10 طيارات طلعتهم مصر عشان مع حجم الماساه هنا بيقدم حجم المساعده بيتطلب مع حجم المساعده اقدر ده اساعد ازاي واقدر ادعم ازاي. انا ما بعتش طيارتين ثلاثه زي بعض الدول اللي ما بعتت هي طبعا تشكر وكل التقدير ليها ولكن انا بتكلم على ايه؟ من اني شفت ورايت وحددت وقدرت الموقف صح. تقدير الموقف ده جزء كبير جدا حددت فبعت 10 طائرات سواء الانقاذ اللي هي الشينوك وما شابه عشان تقدر تقدم دعم وسريع الانقاذ والاخلاء ومن جهه ثانيه في عمليات بحث بتتم بيها بطيارات ثانيه عشان تبحث على الاماكن اللي فيها وبتنتشل بعض او يعني تقدر يعني تجمع بعض الجثث اللي كان بيغزف فيها البحر الى الشاطئ في مدينه درنا تحديدا وتجيبها عشان تتم دفنها او الانتهاء من اعمال اخلاقها يعني لان دي ممكن تسبب مشاكل كتيره جدا صحيه فيما بعد وبالتالي كان وجوب بالتحرك والتحرك السريع بكل الامكانيات وكل القدرات سواء من سلاح المهندسين العسكريين او من عناصر الاشاره او من عناصر الحرب الالكترونيه او من عناصر
القوات البحريه او من خلال القوات الجويه في الدعم والانقاذ، من خلال القوات البريه في عمل الانقاذ والدفع، عمل البحث والتدخل السريع، عناصر التدخل السريع اللي بتبتدي تتحرك، عناصر البحث والانقاذ في القوات الجويه او في القوات البريه، كل هذه العناصر لما تتحرك تتحرك بايه؟ عناصر الامداد بقى والتموين وعناصر المهمات والتعيينات والاخلاء والطبي وعناصر الحريق اطفاء الحرائق وعناصر كل ما هو تدخل سريع وواجب بتتحرك فيه، إضافة إلى منظومة النجدة والإخلاء المتمثلة في عناصر المركبات والمعدات. بعد فعندي يعني قدرات قتالية مختلفة وأرتال متحركة من حجم المساعدات طلعت وحركت. يمكن يعني أنا يمكن شفت حاجة أو مشاهد في أهلنا في ليبيا، أنا بس عشان أقول المصطلح بالظبط اللي اتقال، جعلك الله من الواصلين يا سيسي. فتضامن الدولة المصرية وتضامن اخواننا من في ليبيا ودعائهم للرئيس عبد الفتاح السيسي بي 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 لانه فعلا وصل صحيح صحيح وفعلا في دائرة الاهتمام ومعروف مطالبه واحتياجاته وبنسعى جاهدين لتحقيقها وبنبذل كل الجهد وبدون بدون تراخي او بدون منة او بدون تفضل، بالعكس ده واجب اخوي، واجب العروبة والدم ووحدة المصير ووحدة الهدف ونبل المسعى وصدق الهدف، كل دي شواهد تؤكد. ضيف على ذلك جزء مهم جدا، احنا بنتمتع بخبرات. احنا سواء كان في زلزال 92 او في دعمنا لكثير من الدول الصحة العالمية وكثير من المنخرطين في هذا المجال وفي هذا العمل، ويمكن كنا ادلى بداله فيما يتعلق بهذا الموضوع، واكد على ان مصر فعلا قدمت كثير من النجاحات في هذا السياق. فانا عندي خبرة، والخبرة دي مطلوبة دلوقتي انها تبرز وتظهر على وجه الارض او على الساحة في اطار الدور المصري الفاعل والزعيم والرائد اللي مقتضيات الظروف دلوقتي تتطلبه. فانا لازم اظهر واظهر بالدور الايجابي اللي يؤكد على قوة مصر وريادتها وقدرتها على عدم يعني عدم خزل المطالب العربية، وبالعكس ده احنا السند والدعم، انا محتاجك في وقت الضيق. الحقيقة مصر دايما يا فندم منذ بداية الأزمة الليبية كانت حريصة في إطار سياستها الخارجية على دعم كل الأشقاء الليبيين على اختلاف انتماءاتهم، ودايما كانت بتترجم ده لتقوية مؤسسات الدولة الليبية، العمل على تقريب وجهة النظر بين كل الأطراف. إلى أي مدى في تقديرك هذه الأزمة اللي ضربت الأشقاء في ليبيا جسدت روح التضامن المصري الليبي بالفعل وليس مجرد شعارات؟ أنا قلت لسيادتك في بداية الكلام مسافة السكة وثوابت السياسة الخارجية ترجمتها الأحداث اللي حصلت. إحنا لا نتدخل في شأن أحد، ولكن تدخلنا إنجاز في التيار الإيجابي كما حدث السيد الرئيس. إحنا نتدخل إيجابي ولا نتدخل سلبي. هذا الكلام ينطبق على السودان فيما سبق وفي أيام مضت، والنهارده بينطبق على ليبيا. تدخلي تدخل إيجابي، أنا داخل أنقذ دواء إنقاذ حياة، وفي نفس الوقت اقدم حجم المساعدات اللي ممكن يقدم في مثل هذه الظروف بكل اريحيه وبكل حب، لان احنا واحد امن قومي مباشر. ليبيا ومصر امن قومي مباشر، ومعنى كلمه امن قومي مباشر يعني واجب كل التاثر انا اتاثر بيه. لا قدر الله حصل مشكله صحيه او مشكله ايا كان شكلها في ليبيا تنعكس بالسلب على الامن القومي المصري، وهنا انا هتعور برضه او ادار. صحيح. فليه طيب ليه اللي بالعكس انا اساعد وساهم عشان في نفس الوقت اقلل حجم الخسائر قدر المستطاع وانقذ ما يمكن انقاذه، وفي نفس الوقت ادرأ الخطر المحيط بيا من كل الاتجاهات. انا المشاكل يعني اصبحت صعبة، والظروف داخليا وخارجيا صعبة، وفيكم متطلبات، وانا في عز ازمة الاقتصادية دي لم اتوانى ولم اتاخر. يعني تمام. انا لازم نراهن انا في ازمه اقتصاديه زي أكيد. كل العالم اكيد، ولكن في نفس الوقت ما حطيتش الازمه الاقتصاديه حجه او تذرع او يعني نقول ايه دحض او ابعاد للمسؤوليه المصريه. لا بالعكس، المصريه حاضره ومصر حاضره بكل ثقلها وقوه قواتها، وفي نفس الوقت تدخلت بما يجب ان يتم، بل بالعكس فاقت التوقعات في هذا الصدد. كلام مظبوط. فاقت التوقعات الاخوه الليبيين نفسهم، والدلاله على ذلك حجم الشكر اللي اتقال من المسؤولين الليبيين سواء في الشرق او في الغرب للدوله المصريه في تدخلها. لا هم كمان لازم. شايفين اللي بيتم على ده رؤيه العين، يعني رؤيه العين. يعني الارتال المتحركه اللي من السلوم والى دارنا، خط واصل من القاهره الى دارنا
يعني عربيات ارتال متحركه بحجم المساعدات، وفي نفس الوقت هنا ترجمه حقيقيه معنويات الدوله المصريه، ترجمه حقيقيه لمشاعر الشعب المصري فيما لا يدع مجالا للشك. لذلك انت لو النهارده قلت يلا نساعد ليبيا اي شيء من الاشياء، الشعب المصري بالكامل هيقدم كل ما لديه وما فوق قدراته في سبيل انقاذ الاخوه في ليبيا. ده دسمت وسمات وصفات الشعب المصري الذي دائما يتميز بالشهامه والنبل والرجوله في الاوقات الصعبه. احنا دوله فعلا يعني نقول ايه، جيش من نبت شعب محرم على ارحام نسائه ان جابوا غير الرجال. الحقيقه يا فندم يمكن زي ما سيادتك قلت انعكاسات ايجابيه من كل الاشقاء في ليبيا على الدور اللي بتقوم به مصر في مساعدتهم في هذه الازمه بشكل او باخر. كمان الحقيقه يمكن الدور الاحترافي اللي بتقوم به القوات المسلحه المصريه بالخبره بتاعتها يمكن بيقلل او بيساعد في تخفيف العبء بشكل او باخر. هنا انا بسال سيادتك على الاماكن الذين الضبنة أبيدت تماما اختفت، انتهت من على الارض بالزبط. اختفت بما ده. انا عندي امكانيات هندسيه بقدر موقف كويس واشوف انا في مسارات الحركه ازاي يتم استعاده تدويرها او تشغيلها مره ثانيه وبسرعه فائقه. حجم المعدات اللي راح مش قليل، وبالتالي خطه العمل مرتبطه باستطلاع المشهد ونشوف بندعم في عناصر انقاذ وحركه. قوات الجويه من فوق بتبحث وتستطلع وترشد اللي على الارض من فرق الانقاذ صحيح. والبحث انهم يتوجهوا للمناطق اللي فيها عوار او فيها مشكله وبتبتدي يتعاملوا معها وبسرعه محاوله انقاذ. وطبعا ما اعتقدش ان في احياء ثانيه نلاقيها، ولكن بامر الله ربنا يعني اللي بيدي يعني في من بعد ست ايام وجدت بعض العناصر حيه فسبحان الله يعني. انما انا بقول لحضرتك بعد هذا بكل ما حدث لازال في امل ان شاء الله. وفي نفس الوقت عناصرنا المصريه داخله بالفعل كم شيء دوله شكل. انا شايف الامارات قدمت طيارات وقدمت مساعدات وقدمت معونات غذائيه، السعوديه نفس الكلام، الجزائر، المملكه الاردنيه الهاشميه، الامم المتحده في نفسها واعلنت 71 مليون دولار دعم مبدئي لليبيا. ايطاليا قدمت، رومانيا قدمت، واليونان، ولسه يمكن الاخبار كانت بتشير الى مجموعه العمل اللي كانت رايحه من 15 عنصر حدث فيها انقلاب وثلاثه توفوا. رومانيا قدمت، تركيا قدمت، المانيا قدمت، فرنسا قدمت، بريطانيا قدمت، هنغاريا قدمت حتى فرقه، يعني هنغاريا قدمت فرقه بسيطه كده. اللي تقدم عباره عن طائرات امدادات او معدات انقاذ، فرق انقاذ او بحث عناصر من هذا المجال، مستشفيات ميدانيه، يعني تركيا مقدمه ثلاث مستشفيات، مصر مقدمه مستشفيتين اضافه الى المسترات. الاموال يعني في بعض الدول قدمت اموال، ان ما قدرتش تقدم مساعدات بصوره تنفيذيه او عمليه على ارض الواقع، قدمت اموال لذمه العناصر اللي بتشتغل في هذا المجال عشان تحاول تقدم يد العون للعناصر في ليبيا. ده لسه في امدادات كتيره جدا، لان هنا الشق الانساني والعمل الانساني مطلب. انا هستشهد بكلمه قالت قبل كده من السيد الرئيس، مش هيعلمونا انسانيتنا، احنا عارفين انسانيتنا كويس وبنحب النور بتاعنا في وقته، نحن ندير بشرف بزمن عز فيه الشرف. ده كلام مظبوط، احنا بنعمل هذا الكلام في هذا التوقيت. احنا واجبنا اللي بيملي علينا ضميرنا واللي هنقابل بيه ربنا ان شاء الله بننفذه على اكمل وجه من غير اي توجيه، من غير اي توجيه، لان احنا مش محتاجين توجيه. صحيح، احنا شايفين. نورتني في هذا الحوار، نتمنى السلامة للأشقاء في ليبيا وعودة كل القوات المسلحة المصرية المشاركة في هذه الأزمة بسلام بإذن الله. بشكرك جدا السيد اللواء عادل عمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. نورتني، أهلا دكتور. بشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، عندنا حوار ثاني في من القاهرة بعد قليل، ابقوا معنا.